وجورا ليل نهار، التدخلات مستمرة والجهود المضنية متواصلة، النتائج على الميدان إيجابية، وكل الوسائل المتاحة سخرت في هذه الأزمة. ورغم كل ذلك، الطلعات الجوية لا تزال مستمرة ومتتالية لإخماد ما تبقى من الحرائق في مناطق متفرقة ومتزامنة في عدة ولايات من الوطن. طلعات بقيادة الطائرة BE-200 التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى الطائرات المستأجرة وطائرات الحماية المدنية. متابعة آنية وميدانية للوضعية، تكفل سريع وفوري بعد إجلاء المتضررين والجرحى، مع إجلاء احترازي للمواطنين القاطنين قريبا من المناطق الغابية المهددة بالاشتعال إلى أماكن آمنة. خلايا محلية قطاعية للمتابعة والتنسيق، مزودة بأرقام خضراء مفتوحة أمام المواطنين، والمناطق التي تم إخماد الحرائق بها لا تزال تحت المراقبة. التجند الميداني متواصل من طرف مصالح الحماية المدنية، مدعومة بعناصر من الجيش الوطني الشعبي على مستوى الولايات المتضررة. عدد أعوان الحماية المدنية وصل إلى 8000 فرد، مع تسخير 529 شاحنة إطفاء من مختلف الأحجام، مدعمة بعشرة أرتال متنقلة كمدد من الولايات غير المعنية بالحرائق، وفرقتان للدعم الجوي وأعوان الغابات. كل الوسائل المادية والكوادر البشرية في قطاع الصحة تجندت مع توفير الأدوية والمعدات الطبية بكميات كافية على مستوى الولايات المتضررة، مع تشكيل خلية متابعة على مستوى الصيدلية المركزية للإمداد والمتابعة وتوفير كل شروط التكفل بالحالات على مستوى المؤسسات الاستشفائية والمستشفى الجديد للحروق الكبرى بزيرالدا. ما تبقى حاليا إلا 10 حرائق على مستوى 4 ولايات، معظمها على مستوى ولاية سكيكدا، وين سجلنا 6 حرائق، منها حريقين غابة و4 حرائق أدغال. الباقي يعني في حريق على مستوى ولاية سمسيت، حريق على مستوى البويرة، وحريق مع على مستوى مندس. هذه الحرائق على كل حال يتم حاليا التعامل معها من طرف مصالحنا لإخمادها نهائيا. للعلم فقط أن هذه الحرائق تحت السيطرة مصالحنا التي تعمل بدون هوادة لإخمادها. كل ذلك مع مظاهر التكافل وروح التطوع الرائدة للجزائريين الذين يتميزون بهذه الخصيصة الخيرية.